Καλά, θα σα πω. بسرعه كده يعني ايه كلمتين اللي هي اسمه فيرس بروتوبورفرين 9 اور 3 يعني ايه فيرس بروتوبورفرين 9 اور 3 احسن والله البلوكونوجينيسيس والهيم سينسز وكمان اليوريا سايكل.
ايه قرشه ملحته يعني؟ نعم؟ يعني ايه قرشه ملحته؟ الحوار ده ضخم يعني قرشه ملحته؟ يعني ايه؟ متضايقة منه مثلا كده يعني؟ لا بس مش كده يعني مخنوقة منه مثلا؟ لا أصلا قبل ما تيجي حضرتك قال لي لو الدكتور ما جاش انا هسقط بسببك. قرش اجي لازم اجي طبعا قرش اجي ازاي يبقى دي السايد. كل التيشوز تقدر تعمل هيم ما عدا ماتور ار بي سي. الماتور ار بي سي ما تعرفش تعمل عشان ما عندهاش ماتور. طب نشوف بقى ايه الخطا. للاسف عندنا خطا. بجيب جلايسين مثلا جلايسين طويله شويه مش طويله قوي جلايسين وساكسونايل كو اي بانزيم اسمه الا سينسيز يديني الفا امينو بيتا كيتو اديتك اسيد. ايه ده؟ انت بتجيب معانا الخطوات. اه والله يا عريان. بص هحلف لك عليك. بس من غير فورمي. الفا امينو بيتا كيتو اديتك اسيد. وبالانزيم ده اسمه الا سينسيز. ده موجود في الدوله ما تقولش. في عينك ميتوكوندريا او الفيرست ايه؟ الاسم اطول من الفورم العربي. الفا امينو بيتا كيتو اديتك اسيد. عادي يعني. بص اه هو علينا. بنفس الانزيم اللي اسمه الا سينسيز اعمل ديكربوكسيليشن واشيل سي او 2 يديني الا. والاله اختصار دلتا امينو ليفيرونيك. ساعات يقول لك هو اسمه ايه؟ يقول لك الا. ايه الاسم اللي كلمت على؟ تقول له امينو ليفيرونيك. يقول لك ايه امينو؟ امينو فين؟ هي عشان اولها ايه بتقول الفا لكن مش الفا دلتا. ساعات ناس بتمسك في الدلتا دي مش عارف ليه بصراحه. دلتا امينو ليفيرونيك. مش الفا دلتا. دلتا امينو ليفيرونيك. خلي بالك الالا سينسيز محتاج بي ال بي. الالا سينسيز ريكوايرز بي ال بي. والتاني الا. اروح انا بقى خلصت في الميتوكوندريا اروح السيتوزول بقى. لما كونت اله بالالا سينسيز الالا سينسيز ميتوكوندريا كده الخلطتين بتوع حصلوا في الميتوكوندريا. الاله تروح سايبه الميتوكوندريا ورايحه السيتوزول. اجيب كام اله؟ اثنين اله. اثنين اله بانزيم اسمه اله دي هيدراتيز. وطالما يا اسامه دي هيدراتيز بيشيل ايه؟ ميه. بيشيل اثنين ميه. اسمك اسامه. الموضوع بالظبط يا سبحان الله ماشي حاضر. انا دايهيدراتيز يشيل 2 ميه ويديني بورفو بايلينوجين بي بي جي. بورفو بايلينوجين. اجيب 4 بورفو بايلينوجين. بنزين اسمه بي بي جي دي امينيز. ودي امينيز يعني ايه ده؟